اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان المباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي استعرضت فرص الشراكه التي يمكن ان تتم بين الشركات المصريه العامله في افريقيا والشركات الكوريه واضاف الرئيس السيسي انه تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الدوليه والاقليميه ذات الاهتمام المشترك كما تم التوافق على تنسيق مواقف البلدين في مختلف المحافل الدوليه لقد استعرضت مباحثاتنا كذلك فرص الشراكه التي يمكن ان تتم بين الشركات المصريه العامله في افريقيا والشركات الكوريه والترويج للاستثمار في افريقيا بصفه خاصه في مجال البنيه التحتيه مع ابراز الفرص الهائله التي يوفرها بدء العمل بمنطقه التجاره الحره القاريه من زياده كبيره في التدفقات الاستثماريه والتجاريه بين الدول الافريقيه والمجتمع الدولي كما تبنى وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وقد توافقنا على تنسيق, تنسيق مواقف البلدين في مختلف المحافل الدولية وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين ولوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف اوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها في الفتره المقبله بما يؤكد ارادتنا السياسيه المشتركه في هذا الشان وبما يمهد لمرحله جديده من الشراكه التي تربط بين البلدين